العلاقه ديالي مع المنتخب لان بدات من فريق ديال الامل. فريق ديال الامل كان تكون عندنا في ديك 66، جمعت واحد النخبه كان كيتري بينا با الزاولي الله يرحمه مسكين، كانت كتكون بشعيب ديال الطاس، نومير، عدو بلايم، قلت انا سليماني، بخا عبد الله ديال الجيش، سعيد غاندي، بخاري ديال الجيش، الدلوادي كان حارس مرمى ديال الراك. يعني كانت واحد المجموعه كلها تقريبا عندها من 20 ولتحت، كبير مازور ديال الفتح. هذيك النخبه بدات، كانت هذيك الساعه الفريق الوطني بداو الدراري ديالهم كيكبروا، منهم عبد الرحمن بن المحجوب، منهم الجامي، منهم دوك الدراري القدام ديال اسمه. جينا حنا بهذيك 65 66 تعزلت هذه النخبه، بينا في الاسبوار امل، مشينا لعبنا في الجزائر في وهران مع الامل ديال الجزائر. ملي رجعنا ولا الطعم ديال الفريق الوطني، ولا كل خطره كيعيطوا على جوج ثلاثه جوج ثلاثه. حنا ديك الساعه الله 18 عام 19 حتى تقريبا دخلنا الاف هذيك 68 69 دخلنا، بقينا هي هذيك بقات المسيره تاع الكاس العالم وما وراءه. هذا هو البدايه. هذيك الساعة كانت لا بري سيليكسيون، مشينا حنا أربعة، مشيت أنا وسليماني ومعطي وبالفول. هذيك البرومي تور ديال لا بري سيليكسيون مشينا، عاود ثاني نقصوا، عاود بقيت أنايا وسليماني والمعطي، بقينا حتى لافان حتى كملنا 16 ديال إفران، والوقت اللي تعطات اللائحة قصا والمعطي بقيت أنا وسليماني. كيدربنا الحاج العربي مبارك هذيك الساعه في السبعين هو اللي كان كيدربنا، وعبد الله السطاتي كان مع كليزو، لان قبل ما توقع هذيك الوعكه ديال كليزو، لان كان وقع لي هذيك الانفراكسيوس ديال اسمو، كان مع السي عبد الله السطاتي. الوقت اللي مشى كليزو عبد الله حتى هو مشى معاه، لان الستاف تكنيك ديالو مشاو كاملين، جابوا هذا فيدينيك. فيدينيك هو اللي ولا كيتريني بينا وداكشي. ونهار اللي كنا غاديين المكسيك مع استقبلنا المغفور الله الحسن الثاني الله يرحمه، ف في القاعة اللي استقبلنا فيها عيط على السي احمد النتيبي الله يرحمه، قال لي عندكم سو عبد الله السطاتي خصو يمشي معكم، امر ديال الملك الحسن الثاني لانه ومشى معنا. وملي لحقنا المكسيك كاين تجاوب هو والمدرب. وبطبيعة الحال انه راه حفزنا وخصنا نمثلوا الدولة ديالنا احسن تمثيل، ولا سيما اول فريق عربي اللي غادي يمشي يمثل افريقيا والدول العربية. قال لك خصكم تكونوا ناس يعني غاديين كسفراء، وكان عطى واحد التعليمات للدكتور الجوطي الله يرحمه مسكين، حتى هو اللي كان عندنا هو الطبيب ديال الفريق. لا دراري مثلا كيكون شي واحد يكمي ولا شي حاجه مع لالتيتيود، قال لي اللي دار شي حاجه وشي غلطه ردوه ردوه في البلاصه ما تبقاوش مخلين. والحمد لله الدراري كلهم كانوا في المستوى، كل شيء غادي بمسؤوليه وعارف اشنو اللي كاين. دابا واحد الوقت كانت تلاحوا شي اخوان شي صوره بحال حنا ركنا في افران كنشدوا بعضياتنا كنهزوهم الفوق وكنلوعوهم، قال لك اش داروا شي تحليلات اش من تدري ابدي الله يهديك. هذيك راه غير جونر دو جونر دو ريلاكس ملي ابري لونترينمون كنشدوا بعضياتنا وكنلوعوهم. لونترينمون سيدي الصباح والعشيه، الصباح ترافاي فيزيك، الغابة ديال إفران كلها ولينا عارفينها، هذيك الغابة اللي حدا القصر ديال الملكة دي راه كلها حفظناها، والعشية التيران تكتيكو تكنيك على تكنيك، يعني كلها كتخدم مع العشية.
لا تكنيك لا تاكتيك اللي غادي يلعب بها، كلشي كيتخدم. امتى عندنا الراحه؟ السبت والحد. تعلمت بلا تلفزيون وبلا راديو، تعطات اللائحه بار راديو بار تلفزيون. وحنا كان عندنا واحد الفرح كثير في المدينه ديالنا ملي سمعوا لي حنا بجوج، واخا معطي كانت شي تما اسمو، ولكن هما اللي عارفين اش كيعملوا، لان كنا نورمالمون غنمشيو بثلاثه، كنا غنمشيو بثلاثه، ولكن حتى الاخير دقيقه قال لك السطات مع باقي. حنا مدينه هذيك الساعه 70 راه ماشي هي السطات ديال دابا، باقا صغيره وباقا مدينه جميله وباقا. ايوا الناس فرحوا ديال السطات ملي سمعوا بعد على الاقل جوج. كان بن دريس ديال سيدي قاسم، داو حميد، حميد دومي سونتر، وبن دريس كان كيلعب قدام، هذاك هو اللي كان خصو يمشي. مشينا من نواصر لباريز، مشينا درنا شي ثلاثة سوايع وكاك ولا ثلاثة سوايع ونص، وكانت غير الله ستر، كانت واحد الحادثة غادا توقع لينا فوق أورلي. عجب الله حنا ديك الساعة الله بنادم بدا كيركب في الطيارات ما عارف والو، ها راكب وفرحان. دابا كانوا معنا شي أجنبيين تا هما غاديين، هذوك هما اللي عاقوا بالبان فين كاينة الطيارة، غادي كديرو كديرو كديرو. إمتى عقنا حنا؟ تا ملي دار لاتيريساج وهبطنا دو كاع هذوك الأجنبيين كيصفقوا على البيلوت. هو ديما كنتصنشقوا، قال لك اودي لا راه كانت واحد الوقت مال الطيارة واحد ورجع عاود حطينا. من تما بتنا في باريس هذاك النهار، الغد خدنا الفول ديريكت من باريس نيويورك، شي سبعة السوايع ديال قاسمو. نزلنا في نيويورك ثاني، بقينا تما مريحين، مشينا من تما مشينا لواشنطن، مشينا لواشنطن، عاد خدنا الفول من واشنطن لمكسيكو، عاد باش من مكسيكو، من مكسيكو مشينا في كار. أول دولة باقيين جداد ما عارفينش، حتى من الناس ديالنا ما عندهمش إمكانيات باش غادي يمشيو ويشدوا لينا. الوقت اللي هبطنا في ليون داونا لواحد الموطيل، موطيل فيه دي بنغالو، كل واحد عطاو جوج ثلاثة الدراري. المدرب ديالنا فينيك ما عجبوش الحال، عاود قال لي ما ودينا ما غاديش نجلسوا هنا، عاود هبطونا لوسط المدينة. المدينة كاينين أوطيلات، مشينا لهذاك لوطيل، ولكن كاين شويه ديال الضجيج، وكاين كانت المانيا الجمهور ديالها ديال بلغاريا ديال بيرو لا والو كاينش، كاينه غير الجاليه اللبنانيه هي اللي كانت كتجي معنا كعرب، هما كيجيو لعندنا ويهضروا معنا. دابا في دينك السي حسن خص عرف المستوى الثقافي ديالو، لانه هو ملي سولناه كانت عنده ديك الساعه واخد الاجازه في علم النفس، وهذا عنده داكشي التدريب كمدرب، دوك الدبلومات داكشي ديالو. دابا الوقت اللي من حدنا وحنا الايام كتنقص والماتش كيقرب، بنادم كتحس فيه كياخذ داك الدخل، ها نلعب مع بيك نبار غادي نلعبوا مع هذا وهذا. بقات يومين هو يقول لنا بون يلاه سيدي تغدينا، ما كانش عندنا لونطريمون، قال لك غادي نجمعوا حوايجكم، غادي تلبسوا حوايجكم وغادي نمشيو نشوفوا الفريق ديال المانيا، لانه كان قريب لينا تقريبا بواحد 20 كيلومتر من عندهم هما المحل ديالنا. هو كتعرف الدراري المغاربه شويه لورغيل، علاش غنمشيو؟ داموس الله يرحمه مسكين هو اللي كان كابيزان ديكي، عيط لي في ديني واو، قال له والو خاصنا نمشيو. وداموس لا قال له والو، ما بعد حد الدراري قالوا لي ما نمشيش، هو اللي كيدوي اللاعبين. بقى معاه في ديني حتى قنعوا، جا عندنا داموس قال لك شوفوا سيدي الله يرحم الوالدين، المدرب قال لينا خاصنا نمشيو. مشينا لعندهم ولقيناهم في واحد الفترة بين ثلاثة ونص ربعة هكاك، بنادم كان عندهم داك ريلاكساسيون اللي في لابيسين اللي كيلعب هذاك الميني جولف كل واحد.
دخلنا للوطيل مشى في دينيك عيطوا له هي الموشن قال له دير الفريق ديال المغرب جا حبط عندنا السيد ومع المدرب ومع بالانجليزيه وداكشي جمعوا اللعابه كاملين كاملين بيكنباور ماير سايلر كلشي اللي كان فشي بلاصه كلشي وقفوا جينا حنا سلمنا عليهم تصورنا معاهم بيكنباور يا كنتعرفوا بيكنباور صافي شفناه لحقنا ليه ايوا عطونا هدايا تبادلوا معنا عطيناهم دي فاني وجينا بحال هكا. برازيل هذيك تا هي عاود مشينا شفناها حتى ما كانوش معنا في الجروب هذيك الساعه غير هما كانوا في واحد الفيلاج هذاك الفيلاج هو لا بغيتي تقول المكسيك كيقدسوا هذاك الفيلاج كيقول لي جوانا خواطو. شفنا بصح تصور معنا جا جاير زينو جا اسمو طوسطاو كلهم جاو تصوروا معنا ريفيلينو كلهم تصوروا معنا تا هما عطاونا هدايا مشينا بحالنا استقبلنا واحد الاستقبال زعما ماشي ياو فرحوا بان جينا لعندهم حنا كفريق عربي او الماتش الاول خاص تعرف كيفاه بعدا قبل ما نمشيو للملعب دابا حنا جينا للريستورون غادي نتغداو باش مع هو قديم من هو قلت لك عنده داك البوان فور ديال هذاك فيدينيك هو لو ترافاي مونطال ديال اللعاب شافنا بانه بنادم صفر كذا هو يقول لنا سيدي انتما كيفاش هاد القضيه هادي شتكم شنو واش بغى يكون بيكنباور واش بغى يكون ماير ما عرفتوش الحرب العالميه الثانيه اللي داز شكون هو اللي كان البطل الشجاع وهو المغربي وهو هادي وحنا نبداو بدينا كان هو يقول لنا سيدي يقول لنا عندكم شي اغنيه وطنيه هذيك الساعه باقي ما عندناش من بيت الاحرار معنا بحكم التعليم واسمو كنديروا الاناشيد والانشطه الدراري كيدوروا هنا كاين كل واحد اش بغى يقول وانا نقول لهم مغربنا وطننا روحي في داه وسارت الدراري هما يبداو مغربنا وخوت خوت خوت كاع داك الشيء خرجناه الصان بي دازت الماكله صافي مشى بانه لاعبين مع المانيا ولا صافي غادي نلعبوا غادي نديروا اللي ما يدار دخلنا ديسير تحيد دوك لي ستريس تحيد هذوك العقاد ديالنا عندك بيكنباور عندك هذا عندك بدات المقابلة الدراري تبارك الله هما يتسيفوا ما بقاش المغرب ولا حتى المانيا راه ولا بدا كاين داك النقص يعني داك شوية وما خيار منا على عين ما بقاتش ولا الند للند جات الإصابة ديال الحماء الله يرحمه مسكين صافي وهي الدور الكور دخلنا لاميطا لاميطا مع الدراري فرحانين وكذا الاربيط كان هولندي هولندي حتى هو بحال تقول يعني ما بغاش هذيك النتيجه تكون بهذيك لاميطا لان ما عنده ما يدير في البيت ما عنده ما يدير دخلنا للدوزيام ميطا الدراري خرجوا دخلوا علل باقي في الفيسير باقي معطل شافوا هذاك الاربيط هكا لانه نورمال ما خص يحسب بعد اللعابه ويشوف كاردي ما كاينش هو يدير السيفلي بدات المقابله خدام بلا قول انا جالس حدا فيدينيك حتى داك الماتش انا كنت رومبلاس قال لي جري عيط على مشيت انا كنجري عيط على علول الله يرحمه مسكين قلت لي زيد اسيدي راه جاي مسكين كيجري مسكين من الفيستير تدخل التيران بقينا لاعبين ولكني راه الغريب في الامر ودي السي ماركو علينا التعادل واحد لواحد أرى البيت ديال الرباح ديالهم انا راه الى حد الان عمري ما شفت هذيك الكره كيفاش دارت حتى هذيك لا ترونسفيرسال بحالك بون دات فيها الكره جوج خطرات ما عرفتش واش كرابوسكي اللي خرج هذيك الكره علال كيشوف فيها بون دات فوق ترونسفيرسال وعاود طلعات وعاود بون دات فوق ترونسفيرسال وعاود تم تجي حداك علال راه غادي خارج باش غادي طيح على برا صدق الطيحة وهذاك القناص ديال ميلير ما عرفناهش منين لا طاح لأن كانوا لاعبين اون بوينت هو سيلير
كيلو دابا راه هاد الشيء السي حسن اللي لعبنا فيه، راه حنا لعبنا في لالتيتيود، راه حنا ملي كنا كنديروا لي زونطريمون تما في ليون راه في لاميطا راه كنمشي نديروها لي ماسك دو الكيان باش كناخذوا، حنا كاين العلم. دابا وقعت واحد شويه ديال الفورماسيون ما صدقتش، يعني كان شويه ديال النزاعات بين المكتب ومع المدرب هذه، بحال مثلا باموس الله يرحمه مسكين كان عنده هو الاجي عندنا هنايا عنده شي 27 عام ولا 28 ولعب الماتش كومبلي مع المانيا كان لو ميور ديفندو كاع داكشي اللي كان عنده عطاه. ودابا 48 ساعة اللي جايين راه خص باموس يرتاح، لأن خصو هذيك الساعة كاين أنا وفارس وبيتشو اللي حنا اللي فارس توعد في لونطريمون في الشوفي ديالو، بقيت نسمو واحد فينا خص يدخل أما أنا أما بيتشو. دابا باموس عاود دخلو علال توعد نهار الماتش ديال ألمانيا الله يرحمه، توعد من الشوفي حتى هو دار أن كرون ماتش، لا هو جا نهار البيرو عاود لعب، ما كانش خاصو يلعب، كان خاصو يلعب هزاز، وهذا الشيء زيد على انه هذيك الساعه كانوا شي احداث وقعوا في بيرو، كان شي زلزال تمايا، ودارت واحد الاشاعات بان راه ما غاديش نلعبوا الماتش، راه غادي نمشيو بحالهم بيرو ولا دز واحد الوقت عاود قال لك لا راهم لاعبين. ايوا دابا حنايا على نتيجه مزيانه، هما على الدمار كل واحد مسكين اللي اسمو، يعني بطبيعة الحال خاصك تربح باش هذوك الناس اللي كذا يفرحوا شوية، مع دخلنا ما باش يربحونا بالكرة ولا بجاه، لعبونا ربحونا بالخدمة ديال لي بالاريطي، ديك الساعة باقي ما نعرفو على لي بالاريطي، كان عندهم كوبياس وسوتين، هادو راه بحال تقول دابا ميسي ورونالدو متلاقيتهم في فرقة، داروا لنا واحد دو كوفرون واحد كومبينيزون ديال دو كوفرون ما وقفوا تا وقفوا في البوب. ايوا هذاك الماتش ثلاثة عاود دار شونجمون المدرب، دخلت انا بقات واحد شي 35 دقيقة، يعني قلبت ماشي كندوي على انا، لا المهم اللعب ديال بنادم قلب الماتش، خاسرين خاسرين، جبت واحد دو زوكازيون لا ترواج الباموس مسكين باقي لاعب وفاسمو، ولكني ما جابش الله. هذيك الساعه صافي حنا بدينا بعدا الكليمه الساعه 10 ما تتنعش، ما كاينش الاكسجين، ما كاينش راه كتنعس غير الساعه وتفيق. دابا بدينا بحال درنا بحال ولينا استانسنا بهذاك الجو ديال ملي دخلنا مع البلغاري، البلغاري راه كانت هي من المحظوظين اللي عاطينها بانها تقدر تبقى في الدومي فينال، راه كانوا فيها لي كرون جوار، وتشدينا معاهم درنا معاهم واحد واحد. ملي جينا هو الاستقبال كبير وجماهير جماهير ديال الدار ميدا الله يكثر خيرهم الله يطول عمرهم، لا كيعيشوا معاك الاحداث كيعيشوا، وهذاك الوقت النواصر راه باقي ما كاين لا بنايات لا كاين المطار، هنا الناس ديال الرجاء الوداد كلهم هبطوا، لانه حنا تحنا ديالنا ديال السطات، لان حنا جوج تحنا ديالنا هبطوا، واحد الاحتفال واحد احتفلوا بنا العماله. لا ديك الساعه مازال العمل مازال ما بانش بزاف، مازال كانت عندنا البلديه داروا لنا حفل اللي ديريجون، وحنا راه من نهار اللي قالوا السميات ديالنا ولينا فينا هو راه الزغاريت وفين بنادم، انا جيت الدار عندنا جيت سليماني في بنادم فرحان مدينه السطات تعطي هذيك الساعه جوج لعابه غاديين لكاس العالم، راه ماشي سهله. رجعنا داروا لنا واحد الحفل كبير في الرباط، عطاونا ديك الساعة عطاونا شي 3500 درهم الكاليفيكاسيون كل شيء لا في لابيل في اللي كانت داك ديال المركز ديال الرياضة اللي كان المنظر الجميل تما فين في أوكدا تما فين عباري هذا هو اللي جاي هذا كملنا معاه.
لان في ديني كان شويه يعني كان فهيت العصر ديالنا حنا خص تجي تقول لي دير هذا من هذا ولا هذا. هو ما بغاش ما تدخلوش ليا، قال لهم داكشي ديالي. زادت الهضره صافي، هذاك يوغوسلافي حتى هو بحال هادشي ديالنا اللي داز، هذا المدرب اللي كان عندنا هنا في المغرب علي لوفيتش ولا اسمو، عندهم عقليه وحده صعاب، هما عندهم واحد الميزه بعدا مع هذاك فيدينيك اللي عشت معنا بعدا عندهم واحد الحنان ما كيتصورش، يعني ما كيظلمش لك اللعاب واخا بغيت تكون كيما ما يظلمكش. ايوا ملي شاف هو داك الشيء كثرت عليه الهضره ومشي بحالاته. هذيك الساعه داز للسفاره ديال الجزائر، هذيك الساعه عندهم هما كونتاكت مع السفاره ديال الجزائر، متمدوا ما طاحت غل مناسبه احنا معاهم لهي، ربحونا لهي في الرسول جاو هنا ما بغاوش يلعبوا معاهم. لما عرفتي نهار اللي درنا ديك النتيجه مع المانيا، راه الغدراها الالمانيين هذيك الساعه تنبريكوليو تنسمعوا الجرائد تيكتبوا، والغد المانيا كلها مشات شدت لا فريا شدت لا كارت ديال لو موند كتقلب على هذا المغرب فين كاين. ما كانوش عارفينه غير كيقولوا بي افريكا فينا هو من جهه الله اعلم. عبد القادر من تطوان عنده الصبالونيه، ملي جينا لا ريبارتيسيون ديال الشومبر سليمان الله يرحمه مسكين طار على عبد القادر قال لي لا سيدي تكون معنا هنا. ما بقيناش لاقيين مشكل ديال اللغه كاع، فين ما نخرجوا غادي معنا هو. انا اللي بقينا حنا ريسكابي من هذيك لا فورماسيون ثلاثه، انا وفراس والهزاز اللي بقينا غادي حتى 76. اللي وقع بحال هادشي ديال ماني وبحال هادشي ديالنا ديال حارث، هذاك الشيء هو اللي وقع ليا. توعدت بيرجيكو، لان هذيك الساعه جامعين حويجنا في لاسامير، صافي مفضين انا غادي مع الفريق، يعني مع مارداريسكو كنت عزيز عليه بزاف، يعني كان رجل طيب الله يذكره به الله يرحمه مسكين، لاعبين مع الرجاء في بيرجيكو. لاعبين مع الرجاء ماتش اميكال نديرو عاد من تما مع شي 8 ديال الليل غادي ناخذ الطياره ونمشي بيرجيكو مع محمد فخير، كان كيلعب اريير، كان كيلعب اريير مارتاه اريير دروا، اريير دروا انا كطحت شويه لاكوش، جاي واحد الكره معانا بلوكيتا مع الكازون هذيك الساعه ديال بيرجيكو كان غنجم ماشي بحال دابا، ديك الكره اللي بغيت نبلوكي انايا دفعني هو وحلو لي لي كرونبون تفرقع عليا لا ديكسور فالبلاصه. بقينا حنا ديك الساعه من لاكوب دي موند غير ثلاثه كيما قلت لك، الهزاز وانا وفرس، فرس والهزاز مشى وانا ما كتبش الله. هذه هي الملاحظه انا اللي تلاحظ على هاد الناس اللي نسمو ما كيربطوش داك شويه الماضي بالحاضر. علاش دابا بحال مثلا ناخذوا حنا ديال 70 70 شحال من واحد باقي فيها؟ راه باقيين حنا مارت 5 ولا 6 اللي باقيين الحياه. يوم ما فيها باس ياخذوا منا واحد ولا جوج تعاود تعيشي غير داك الزمان ديالو اللي كان تا هو صغير وكان كيلعب على الريال الوطنيه، ما كاينش وحشومه. ويلي كاين واحد الحس بانه راه حنا ما ناسينش. هو دابا حتى غادي كاس العالم حنا راه شفنا كاس العالم وشفنا، هو دابا ما كرهناش تكون واحد الفافور، هذيك راه كنا غاديين اون ميسيون. دابا راه غادي تمشي وتسارى شويه وتشوف وتسموك وما بقى قد ما فات. اخر مباراه لعبتها في جديده 79 حنا ديك الساعه غادي نطيحوا باقيين شي ماتشات، كان المدرب جبران الله يرحمه مسكين هو اللي كان جابو هذيك الساعه. انا كنت العلاقه ديالي مع سيدريس الله يرحمه ويوسع عليه، يعني ولد دربنا وكابرين عائله وحده، خاصو ديما يشوف تلعب حتى كطر به
هذيك 79 لاعبين دابا ملي جينا انا وسليماني والمعطي قال لك بون غادي تجلسوا كذا من هنا انا سيدي ما كيموش كي زعما شرفنا ناري الله عندنا 29 عام شرفنا على مشينا فعلاً قلنا يا سيدي ما كاين مشكل كان السي محمد مسكين قال غديروا معايا دي زادجوان سليماني مشى عندو لي زافير ديالو مشى قابلهم معطي هذيك الساعه كان خاط جونيور انا بقيت لاصق ليهم لانه السي ادريس كيقول لهم هذاك سيني ولي لا انا نبغي نشوفو يلعب اه سينا ولا ليا لا ليسونس انا جاي وليت كندخل كنولي رومبلاسون واحد الماتش هنايا كان رومبلاسون لاعبين مع قنيطرة دخلنا حسين انافال هو اللي ماركا علينا البيسان ايوا دخلت رومبلاسون العلوي ما عمرو جلس رومبلاسون وي اللي باقي في الصحه ديالك وكذا دا الجمهور كيغوت على ها لا نوض كذا جاني واحد الدري البز الله يرحمه مسكين كان معنا مساعد وقال لي قال لك جبران كنت سيسي بحالك ما لعبش سان صالي عاود جمهور ما كيغوت نط على سمو بقات شي 20 مينوت عاد دخلت البريمير بال اللي شديت على هذا الزعيم ديالنا بودراع كان بحال النفاس هذا كان كيطير عاد درت لي واحد لوفيرتور في الكره الاولى شدوا وماركا درنا ليغاليزاسيون هنا مشينا للماتش جديده ايوا وليت خصني ضروري كموزي خصني نلعب لعبوني دخلت في الفورماسيون في الاول ايوا لاعبين سيدي جديده كان ديما راه عندك جوج لعابه دايرين لك الماركاج انديفيديوال ما تزهقش ديما هذوك راك عرفتيهم دوك العشراوات ديما عليهم جوج يلاه سيدي دخلنا الدوزيام ميطا واحد القسمين هو عيط ليا السيد قال لي خرج راه غادي ندخل واحد في بلاصه يلاه ما زعما ما لحقش البيسيا سمعت البيس واحد جديدة كان ساعة معروفة والدراري بيت له شيشة الأول تلقوا مني أنا بعد اللي كانوا حاضرين دوك الجوج مشاو ولاو لاعبين الكرة ماركة الأول ماركة الثاني ماركة الثالث 3-0 شديت أنا هذيك التوني ديالي دخلوا اللعابة دخل ستاف تكنيك عيط على داك المول الماتيريال كيجمع يعني مسكين واحد السيد كان معنا الله يرحمه تاك وليدي هاد الحويجات احتفظ بهم الله يعاون الله يعاون من هذاك النهار جا عندنا السي ادريس والبريمير مينيستر السي معطي بوعبيد والسي ادريس البصري غاديين فونتين غاديين بيه لعبد الملك يديو ليه لمراكش هذيك الساعه الحسن الثاني كان في مراكش وي سي ادريس ويقول فونتين قال لي سي فونتين قال لي هذا راه سي ان كرون جوور قال لي هذا راه ان كرون جوور كذا ما كذا النصراني ما بقاش كيبحث بحال ديالنا حنا وكيفاش كيدير لها وكما يبلوكي هايك وي عيط لي فونتين زدت ثانوي خلى سي ادريس خلى معطي بوعبيد قال غدا تغداو معنا هذاك النهار الغدا ديال اللعابه قالوا معنا هذاك النهار زدت انا فونتين قال لي ودي هاد لا فيل اللي عطاك مسيو المينيستر قال لي غادي ترجع تلعب قال لي غادي ترجع تلعب وغادي نديك معايا لا سيليكسيون راه الله شاهد عليا قال لي وغادي نديك لا سيليكسيون قلت له ودي علقت الصويبيط الى الابد